بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. المؤسسة الحسينية، بيت الإمام الحسين، المكان الذي يجب أن تنطلق منه أهداف الإمام الحسين وتتحقق فيه أهداف مشروع الإمام الحسين. كيف هي المؤسسة الحسينية؟ كيف هو المأتم الحسيني؟ كيف نستطيع أن نحقق أهداف الإمام الحسين من خلال بيته، من خلال مأتمه؟ هذا يحتاج منا إلى أن نعيش حالة نقد إلى المؤسسة الحسينية. كل هذا سوف نتعرف عليه هذه الليلة في مأتم المرخ في قرية المرخ الحبيب.